بسموها المتلازمة الكلائية، واحدة من متلازمتين رئيسيتين تصيبان الكبد الكلوي. المتلازمة الأولى هي المتلازمة النفروزية أو الكلائية، المتلازمة الثانية هي المتلازمة الكبدي أو النفريتي. بيكون الخلل الأساسي بالمتلازمة النفروزية هو ضياع البروتينات وخصوصا الألبومين عن طريق البول. تتنوع أسبابها، قد تكون خلقية أو ثانوية لمرض جهازي مثل داء السكري أو مجهول السبب. كما تتفاوت في استجابتها للعلاج من حساسية للعلاج الدوائي إلى معندة على كافة العلاجات، وهي بتؤدي بالأخير لقصور كلوي مزمن وبيحتاج مريض لغسيل كلوي وزرع كلي. تعريف المتلازمة النفروزية مخبريا، هي متلازمة النفروز تعرف مخبريا بأنه اضطراب يصيب الكبد الكلوي ويؤدي لتهريب بروتينات الدم في البول، مما يؤدي إلى مجموعة من الأعراض والاختلاط. نعتمد في تشخيص المتلازمة النفروزية على توافر شرطين أساسيين. الشرط الأول هو بيلة بروتينية غزيرة، يجب أن تكون بين 3 إلى 3.5 جرام بروتين في 24 ساعة عند البالغين، بينما عند الأطفال بيكون بيقدروها على المتر مربع يعني بالميلغرام على الكيلوغرام. بتكون عند الأطفال البيل البروتيني 50 ميلغرام على الكيلوغرام على المتر مربع من وزن الطفل. والشرط الثاني هو نقص ألبومين الدم تحت 3 جرام بالديسلتر. مقدار الألبومين الطبيعي بالدم هو 3.5 إلى 5.5 جرام بالديسلتر، بالمتلازمة النفروزية بينزل تحت 3 جرام بالديسلتر بسبب ورود البروتينات وخصوصا الألبومين عن طريق البول. لتشخيص المتلازمة النفروزية يجب توجد الشرطين الأساسيين السابقين معا، وذلك تمييزا لها عن تشمع الكبد وقصور قلب الاحتقاني، رح نذكرهم لاحقا ونشرح ليش. تعد الوذمات الانطباعية العرض الأساسي في المتلازمة النفروزية، تشاهد في 90 إلى 95% من حالات النفروز، لكنها قد تغيب في حالات نادرة كما في حال الداء النشواني، حيث ترسب المادة النشوانية في الكبد والأنابيب الكلوي، مما يمنع تأثير الألدستيرون الحافظ للماء على الأنابيب، وبالتالي لا تحدث وذمات. لذلك يعتبر غياب الوذمات غياب الوذمات سببا لاستبعاد المتلازمة النفروزية من التشخيص. مثل ما ذكرنا، المتلازمة النفروزية تشخيصها مخبري حصرا وليس سريريا. المظاهر السريرية واختلاطات المتلازمة النفروزية، أول شيء الوذمات. صفات الوذمات بتكون وذمات انطباعية غير مؤلمة، وبتكون بيضاء، بتلاقي الجلد صار رقيق كتير، متحركة صباحا بتكون بالوجه وأسفل العمود الفقري، بتلاقي الطفل أول ما يفيق من النوم بتلاقي وجهه وعيونه متورمات، ومع تقدم ساعات النهار بسبب الجاذبية الأرضية بتنزل وبتتجمع بالقدمين. تشاهد في الطرفين، انتبهوا، بتكون ثنائي الجانب، على عكس الوذمات غير الانطباعية التي قد تشاهد في طرف واحد مثل الوذمات النجمي عن أخرى. بكل الأمراض بتؤدي إلى تشكل الوذمات، يفسر حدوث الوذمات وفقا لقانون ستارلينج. يخرج الشريان الأبهر من البطين الأيسر ليتفرع بعدها إلى شرايين، تظهر تدريجيا إلى أن تعطي شرينات فشعريات دم، حيث يتم تبادل المواد والسوائل بين الدم والخلال، لأن جدران الشعريات بكون مكونة من طبقة خلوية واحدة. تستمر هذه الشعريات بالوريدات، الوريدات تتجمع وتكبر تدريجيا حتى تصل للأوردة، ومنها للأجوفين، الأجوف السفلي والأجوف العلوي، واللذان يعودان بالدم إلى القلب وتحديدا الأذين اليمنى ومن ثم البطين الأيمن. تخضع حركة السوائل بين الشعريات والخلال لقوتين رئيسيين، الأولى هي الضغط المائي السكوني الهيدروستاتيك بريشر، هذا وجوده داخل الأوعية يمثل القوة الدافعة للسوائل نحو الخلال، ويعتمد في الشرايين على الضغط الشرياني الهيدروستاتيك بريشر. والقوة الثانية
هي الضغط الجرمي او بسموه الضغط الغرواني للبروتينات المصوره الانكوتيك بريشر، هذا يعتمد على محتوى السوائل من البروتين ووجوده داخل الاوعي يمثل القوه المسؤوله عن المحافظه على السوائل بداخله. لانه نقص الضغط الغرواني اذا نقصت بروتينات الدم فالسوائل بتنزح لخارج الاوعي. في الحاله الطبيعيه عند وصول السوائل في الاوعي الى النهايه الشريانيه للاوعي الشعري تكون قيمه الضغط السكوني الهيدروستاتي بتكون زائد 40 ملم زئبق، وبتكون قيمه الضغط الجرمي للبروتينات المصوره ناقص 25 ملم زئبقي، فتكون المحصله الجبري للضغوط زائد 15 ملم زئبقي، وبالتالي تخرج السوائل الى المنطقه الخلاليه. اما في النهايه الوريدي للاوعي الشعري فينخفض الضغط السكوني الى زائد 10 ملم زئبقي، وبينما يبقى الضغط الجرمي محافظا على قيمته نفسها اذا كانت ما في نفس القيمه من بروتينات الدم هي 25 ملم زئبقي، فبتكون المحصله الجبري هي ناقص 15 ملم زئبقي، فبتؤدي لعوده السوائل الى الاوعي بنفس الكميه التي خرجت بها تقريبا. وهذا مخطط توضيحي للعلاقه بين الضغط السكوني والضغط الغرواني. على اليسار هو بنهاية الشعري الشرياني، وعلى اليمين بالنهاية الوريدي. المتلازمي النفروزي نقص بروتينات الدم وخصوصا الألبومين، وهذا يؤدي بدوره إلى نقص قيمة الضغط الجرمي لكي تبقي قيمة الضغط السكوني، لكن تبقى قيمة الضغط السكوني طبيعي، فبكون الضغط الوريدي المركزي بيبقى طبيعي، فتكون المحصلة الجبري للضغوط لصالح الضغط السكوني. مثل ما قلنا الضغط السكوني الهيدروستاتيك بريشر هو قوة دفع للسوائل لخارج الأوعي، فبالتالي تخف القدرة على إعادة السوائل من خلال إلى داخل الأوعي فتتشكل الوذمات. ولكن بشكل عام كل جزء يعني ألبومين بيحسن يحتفظ بخمس جزيئات ماء، وبالتالي عندما ينخفض مستوى الألبومين فهي الماء اللي موجود داخل الأوعي قد ينزح إجباري لخارج الأوعي، وبالتالي بيؤدي لحدوث تشكل الوذمات. هلا بنجي للتشخيص التفريقي للوذمات الانطباعي. بيدخل بالتشخيص التفريقي للوذمات الانطباعي إضافة للنفروز الأمراض الكبدية، ويأتي على رأسها تشمع الكبد وقصور القلب الاحتقاني، وأيضا حالات الجوع الشديد والمخمصة. الأمراض الكبدية وخاصة تشمع الكبد يحدث في تشمع الكبد نقص في تصنيع البروتينات كلها وأهم الألبوم، مما يؤدي لحدوث وذمات وحبن بسبب نقص الضغط الجرمي للمصورة، لكن بالتشمع الكبد ما بيكون في عنا بيلي بروتين. وأهم معيارين لتشخيص تشمع الكبد هي نقص ألبومين الدم، ويكون كذلك بروتينات الدم الكلي كمان كلها ناقصة، لأنه بتشمع الكبد أهم وظيفة من وظائف الكبد هي تركيب البروتينات، فبتشمع الكبد تتعطل الوظيفة هي، وبالتالي ينقص تركيب البروتينات ومنها الألبومين. وأيضا من البروتينات اللي بشكلها هي عوامل تخثر، فبيؤدي لنقص عوامل تخثر، وبالتالي بيطول زمن البروثرومبي. من تشخيص تفريقي للوذمات أيضا قصور الاحتقانة، سواء وأكثر إذا كان قصور قلب أيمن. قصور القلب أيمن دائما بيظهر على شكل ضخامة كبدية وحبن ووذمات وجذر كبدي ودجة، أو إذا كان قصور قلب احتقاني. قصور قلب احتقاني طبعا مثل ما درسته بالقلبية يقصد فيه هي قصور قلب شامل أيمن وأيسر. يحدث في قصور القلب احتقاني زيادة في الضغط المائي السكوني على مستوى الأوردي بسبب الاحتقان الحاصل، تنعكس هذه الزيادة على الوريدات، فبدأ أن يكون الضغط المائي السكوني فيها 10 ويصبح مثلا 20، وبالتالي ستصبح كمية السوائل الخارجي من النهاية الشريانية تفوق الكمية المعادة امتصاصها من النهاية الوردي، فهون تحدث الوذمات. أيضا بقصور القلب الاحتقاني تحدث الوذمات بسبب تفعيل جملة رينين أنجيوتنسين الدسموم. فقصور القلب الاحتقاني وتشمع الكبد هني من الأسباب الرئيسية لشغلة إحنا نسميها الألدوستيروني الثانوي، بيحدث هون زيادة بالألدوستيرون. و قد يشاهد في قصور القلب احتقاني بيلي بروتيني قد تصل احيانا الى 3 جرام بسبب احتقان الاوردي الكلوي، لكن الميزي انه بكون تركيز البروتين بروتينات الدم الكلي وتركيز الالبومين طبيعي.
هلا المخمصة أو الجوع الشديد بسبب نقص الوارد الغذائي من البروتين، مما يؤدي لنقص الضغط الجرمي للمصورة، وبالتالي تحدث الوثمات لكن دون بيلي بروتين. هلا مخطط أو جدول للتمييز بيناتهم، للتفريق بيناتهم. المتلازمة النفروزية بيحصل فيها بيلي بروتيني مع نقص ألبومين الدم. تشمع الكبد فقط بيحصل فيه نقص ألبومين ونقص بروتين الدم الكلي بس بدون بيلي بروتيني. في قصور القلب الأيمن ما بيحصل فيه نقص بالألبومين ولكن قد تحدث فيه بيلي بروتيني. في المخمصة بيحصل فيها نقص ألبومين الدم بدون بيلي بروتيني، يعني مثل تشمع الكبد. ايضا اللي بيحصل بالمتلازمه النفروزيه بيحصل نقص حجم الدم الهايبوفوليميا، تحدث الوثمات نتيجه الخساره الكبيره في بروتينات الدم وقد تصل الى 60 ل 70 جرام في بعض الحالات، مما يؤدي الى تجمع السوائل في الحيز الخلالي خارج الدوره. نتيجه لذلك يحصل نقص في الحجم الدم الجائل او داخل الاوعيه الدمويه، فهذا بيؤدي الى تفعيل جمله الريني أنجيوتنسين ألدوستيرون. المتلازمة النفروزية أيضا بيحصل فيها شغلة إحنا نسميها الألدوستيرون الثانوية، أنه بذاتها إفراز الألدوستيرون الريني، حيث يقوم الجهاز المجاور للكبد مثل ما ذكرنا بالفيزيولوجيا الكلي أول محاضرة. الجهاز المجاور للكبد هو بيتحسس نقص حجم الدم، خصوصا إذا كان نقص حجم الدم جائل داخل الأوعية، فهذا أهم عوامل بتؤدي إلى زيادة إفراز الرينين. يقوم الرينين المفرز من الخلايا مجاورات الكبد بتحويل أنجوتنسينوجين، مثل ما قلنا الأنجوتنسينوجين أو مولد الأنجوتنسين هذا بيتركب بالكبد وبيتحول بواسطة خمير الرينين إلى الأنجوتنسين 1. الأنجوتنسين 1 بيتحول بدوره بتأثير الأنزيم القالب للأنجوتنسين في الرئتين إلى الأنجوتنسينوجين الأنجوتنسين 2، وبيمارس الأنجوتنسين 2 عمله وفق طريقتين. هو مقبض الأوعي، يكون تأثيره على الأوعي الجهازي برفع الضغط، أما بالنسبة لتأثيره على أوعي الكلي فيؤثر على بشكل أساسي على الشرايين الصادر أكثر من الشرايين الوارد، مما يرفع الضغط ضمن الكبة الكلوية وبالتالي بيؤدي لزيادة قيمة أو معدل الرشح الكبة، فبالتالي يحافظ على قيمة مقبولة للرشح الكبة في حالات نقص ترويد الكلية. وأيضا بحرض قشر الكظر على إفراز الألدوستيرون، هذا بيمارس الألدوستيرون تأثيره على الأنبوب البعيد فبيزيد عودة امتصاص الصوديوم، ومثل ما قلنا دائما الصوديوم مرتبط بالماء فبالتالي بيؤدي لزيادة عودة امتصاص الصوديوم من الماء بهدف رفع حجم الدم أو إعادته للطبيعي. طبعا بس ندرس الألدوستيرون البديل أو متلازمة كون نحكي عنه، هون يجب التمييز بين حالتين لفرط الألدوستيرون، وهي المتلازمة الأشهر لفرط ألدوستيرون الدم سموها الألدوستيرون البديل أو دا كون. هذا بيحدث نتيجة خلل في قشر الكظر كفرط تصنع بدئي، وهذا أو يكون أحيانا أورام مفرزي للألدوستيرون والذي يسبب زيادة في الألدوستيرون وبيكون الرينين في هذه الحالة مصبغ. بالألدوستيرون البديء ومتلازم كون هي عبارة عن ورم أو فرط تصنع في قشرة الكظر بيؤدي لزيادة إفراز الألدوستيرون، وبالتالي الألدوستيرون بيكون مرتفع. لما بيرتفع الألدوستيرون بآلية الترقيم الراجع السلبي بيعمل تثبيط للرينين، وبالتالي متلازم كون أو الألدوستيرون البديء هاي دائما ما تنسوها بيكون الألدوستيرون مرتفع لأنه الورم عديد الألدوستيرون، وبيكون الرينين منخفض. أما الألدوستيرون الثانوي اللي منشاهده بالنفروز وبقصور القلب وبتشمع الكبد، فبكون فيها بسبب نقص حجم الدم فبيحصل فيها ارتفاع باثنين، بيرتفع الألدوستيرون والرينين سوية. وفي عنا أيضا المتلازمة ليدل أو بسموها الألدوستيروني الكاذبي، هذيك بتظهر على شكل فقط الألدوستيرون مع ارتفاع ضغط شرياني، ولكن ميزتها الألدوستيرون والرينين اثنيناتهم بيكونوا منخفضات. فعندنا ثلاث حالات الألدوستيروني البدئي بيكون الألدوستيرون مرتفع
والرينين يكون منخفض، الألدوسترون الثانوي مثل ما ذكرت تترافق مع النفروز وقصور القلب الاحتقاني والكبد، بيكون الألدوسترون والرينين اثنيناتهم مرتفعات. في عندنا الألدوسترون الكاذبي اللي مثال عليها متلازمة ليدل، بيكون الألدوسترون والرينين اثنيناتهم منخفضات. من الاختلاطات اللي ممكن تترافق مع النفروز وهي القصور الكلوي، قد يحدث قصور كلوي حاد ويكون غالبا عابر بسبب نقص حجم الدم، وبالتالي نقص الدم الوارد الى الكليتين. يكون القصور الكلوي قبل كلوي، بس ندرس القصور الكلوي الحاد، راح نميز لكم بين قصور كلوي لاسباب كلوي او ما قبل كلوي او ما بعد كلوي. فالقصور الكلوي الحادث بالمتلازم النفروزي بيكون قبل كلوي بسبب نقص حجم الدم ونقص ترويد الكليتين، يكونوا ناتج عن مشكله قبل كلوي، وبيظهر عاده بارتفاع خفيف في البول الدموي والكرياتينين. كما يعد القصور الكلوي المزمن احد الاختلاطات البعيده للمتلازمه النفروزي بسبب تنخر الكبب والأنابيب البولية، باستثناء أداء قليل التبدلات إذ يستجيب بشكل جيد على الكورتيزون، ونادرا ما يتطور لقصور كلوي مزمن. تقريبا نسبة الشفاء بأداء قليل التبدلات تصل إلى 90-95% من الحالات. من الاختلاطات المهمة اللي بتترافق مع المتلازم النفروزي وهي زيادة التأهب للخثار الهايبر كوأجوليتي، بيزداد خطر إمكانية تشكل خثرات نتيجة تضافر العوامل الثلاثي التالي. هاي بتحفظوا لي إياها لأنه هاي دائماً بتنسأل بالنظري عن المتلازم النفروزي إنه ليش المتلازم النفروزي بتحصل فيها زيادة التأهب للخثار. بيحصل بثلاثة آليات: زيادة نشاط الكبد لتعويض نقص بروتينات الدم، فينتج بذلك كميات كبيرة من عوامل التخثر، بيزيد إنتاج البروتينات مشان يعوض نقص البروتينات اللي عم تهرب على البول، ومن ضمنها بيكون عوامل التخثر فبيزيد إنتاج عوامل التخثر. أيضا زيادة تركيز صفيحات الدم نتيجة نقص حجم الدم إلى جانب زيادة اللزوجة الدموية. الثلاثة وهي المهمة: خسارة البروتينات المضادة في البول، بيحصل عنا زيادة بإطراح البروتينات المضادة للتخثر وأهمها الأنتي ثرومبين 3 والبلاسمينوجين والبروتين سي وإس، وبالنتيجة يكون هناك زيادة في خطر حدوث التهاب الوريد الخثري الدي في تي وحدوث رئوي. لذلك كما راح ندرس بالمعالجة ينصح مرضى النفروز بالراحة النسبية وليس التنمي، يعني تخلي ملازم للفراش بشكل كامل، بتخليه يتحرك شوي خوفا من حدوث الخثار. ايضا من الاختلاطات اللي بتترافق معها المتلازمه النفروزي وهي الهايبر ليبيديميا، بترافق مع فرط شحوم الدم، يصادف في معظم حالات النفروز. اي مريض بيكون عنده النفروز غالبا بتلاقي عنده ارتفاع بالدهون الثلاثي والكوليسترول، وتقريبا يشاهد 90% من الحالات يشاهد ارتفاع الكوليسترول الكلي على حساب الكوليسترول منخفض الكثافي ال LDL اللو دنسيتي ليبوبروتين، اللي هو هذا بسموه يعني الليبوبروتين الضار او الكوليسترول الضار، وايضا ال VLDL الفيري لو دنسيتي ليبوبروتين اللي هذا بيكون غني بالتريجليسرايد او الدهون الثلاثي، وايضا ترتفع الشحوم الثلاثي. في حين يطرح ال HDL عبر البول مسببا البيل الشحمي المشاهدي في النفروز. لا تنسوا الـ HDL اللي هو هذا النوع الحميد أو النوع المفيد الـ High Density Lipoprotein، هذا بينطرع من البول وبالتالي بيكون مستوى منخفض. فأحياناً كثير بيجيبوا لكم مثلاً بالأسرة ما التغيرات أو اضطراب الشحوم اللي يشاهد بالمتلازمة النفروزية. لا تنسوا الـ HDL أنه بيكون منخفض وليس مرتفع. وبما أن ارتفاع الشحوم يؤهل إلى تشكل العصائد الشريانية، لذلك لا بد من وقاية المريض بخفض الشحوم لديه، وذلك بإعطائه خافضات الشحوم وأهمها مركبات استاتين. دائما مرضى المتلازمة النفروزية بتشوف عنده دهون ثلاثية ممكن توصل ل 400، والكوليسترول ممكن توصل عنده 250 أو 300، لذلك دائما بتشوفوا أنه بنعالجهم بإعطاء مركبات خافضات الشحوم وعلى رأسها مركبات استاتينات. من الاختلاطات اللي بترافق مع المتلازم النفروزي الحبن، قد يشاهد حبن
في سياق المتلازمة النفروزي ويكون ممال البروتين فيه منخفضا، يعني الحبن بيكون نتعه أو بسموه ترانسوديت. هلأ بس تدرسوا الأمراض الهضمية وتدرسوا أمراض الكبد، بتدرسوا شغلي عند مرضى الحبن هي مدروج الألبومين في المصل وسائل الحبن بسموها سيروم أسيتيك SAAG، هذا بسموه مدروج ألبومين في المصل وسائل الحبن، وهو عبارة عن فرق البروتين بين أو الألبومين الموجود في سائل الحبن وبين الألبومين في الدم. فإذا كان هذا المدروج أكثر من 1.1 هذا بيمشي مع الأمراض التي تترافق مع ارتفاع الضغط وريد الباب، وعلى رأسها تشمع الكبد أو خفرة وريد الباب أو قصور القلب الاحتقاني. فدائما الأمراض اللي تترافق مع ارتفاع في ضغط وريد الباب بيكون مدروج الألبومين في المصل وسائل الحبان أكثر من 1.1. أما إذا كان مدروج الألبومين قليل أقل من 1.1 فعادة بنشاهده بالمتلازمة النفروزي، وهذا اللي هو عم يكون عليه ممال البروتين. كما أن الحبن المرافق للمتلازمة النفروزي يكون حبن حر داخل البطن يعني غير محجب، بيقصد بالحبن المحجب هو اللي بيكون في حجب داخل البطن، وبالتالي هذا ما بيعطي أصمي متنقلي بالفحص السريري. طبعا احنا بالفحص السريري المفروض بالسريريات يعلموكم كيف احنا نكشف الحبن، وهو انه قرع البطن وبعدين إمالة البطن، فبنلاحظ شغل اسمها الأصمي المتنقلي وهي هي يعني بتكشف لنا وجود الحبن. طبعا هي سريريا، ولكن يعني هو اسهل شيء انك تحط بروب الايكو بتشوف الحبن بشكل واضح، ولكن بالفحص السريري ميزة الحبن بيعطي شغل اسمها الأصمي المتنقلي وراح اعلمكم كيف. وهي اذا كان المريض متسطح على ظهره بتقرع بالخاصرتين، بالخاصرتين بتلاقي بأسفل البطن يعني بالحفرة الحرقة في تقريبا بمنطقة الزائدة، وبالمنطقة اليسرى المقابلة لها بتلاقي هون الصمي، أما بمنتصف البطن بتلاقي طبلي. وقتها هون بتقلب المريض على جنبه اليمين فبصير من فوق طبلي محل ما كان كنت تقرأ أصمي، بيصير هون طبلي لأنه الأمعاء ترتفع فوق سائل الحبن بكون صار كله من تحت وبالأسفل بيضل الأصمي، فهي بسموها الأصمي المتنقي. طبعا في ملاحظة، لا يفيد البزل في علاج الحبن لأنه سيعود للتشكل من جديد، إنما يجب علاج النفروز فنلاحظ زوال الحبن بتحسن النفروز، لأنه السبب الأساسي لتشكل الحبن هو نقص بروتينات الدم، فحتى لو بزلت الحبن خلال يوم أو يومين فورا برجع بتكرر، لذلك لازم ترتفع بروتينات الدم لحتى ما يعود الحبن يعود من جديد. من الاختلاطات اللي تترافق مع المتلازمة النفروزية وهي إنه زيادة الأهبي للإنتانات تعتبر من الاختلاطات الخطيرة، وتحدث بسبب خسارة الجلوبولينات المناعية في البول، لأن الجلوبولينات المناعية هي جزيئات بروتينية وبالتالي بيخسرها مريض النفروز بالبول. أيضا تشكل سوائل خارج الأوعي يعني بتشكل وسط ملائم لنمو الجراثيم، أيضا نقص الفعالية القاتلة للجراثيم في الكريات البي. تعد الإنتانات الرئوية التي تسببها المكورات الرئوية أخطر الإنتانات في هذه الحالة، وقد يؤدي نز السوائل من الجلد نتيجة الوذمات الشديدة. أحيانا الوذمات تكون شديدة جدا بحيث أنه بتصير تنز السوائل عن طريق الجلد، فهي بتشكل بيئة مناسبة لنمو الجراثيم وبالتالي قد تؤدي إلى حدوث التهاب النسيج الخلوي أو السيلولايتيس. أيضا ممكن ترافق المتلازمة النفروزية مع نقص كالسيوم الدم، وبيحدث نقص كالسيوم الدم بآليتين، طرح 25 هيدروكسي فيتامين د اللي بيتصنع بالكبد وبينطرح عن طريق البول، مما يؤدي إلى نقص في تصنيع الفيتامين د الفعال وبالتالي نقص الكالسيوم الحر. راح اشرح لكم اياها حتى نوضحها. الكالسيوم الفيتامين د كيف بيتشكل؟ بيتشكل اول شيء بسبب تعرض الجلد الكوليسترول الموجود في الجلد للاشعه فوق البنفسجي الموجود باشعه الشمس، بيتحول لكولي كالسيفيرول. هذا الكولي كالسيفيرول هو طليعه الفيتامين د، بيروح على الكبد فبينضف له جذر هيدروكسيل
في الموقع 25 فبصير اسمه 25 هيدروكسندال. هذا الشكل يعتبر غير فعال نسبيا، يعني ما بيساعد بامتصاص الكالسيوم. فهذا الشكل حتى يتحول لشكل فعال بيروح على الكلي، هناك في عندنا خمير اسمه الون ألفا هيدروكسيلاز بتضيف جذر هيدروكسيل ثاني فبصير اسمه 1.25 داي هيدروكسي، هذا كان اسمه هيدروكسي، هذا صار اسمه 1.25 داي هيدروكسي فيتامين دال، وهو هذا الشكل الفعال للفيتامين دال. فبالمتلازمة النفروزية بسبب زيادة اطراح البروتينات بالبول، فهذا المركب اللي قلنا بتشكل بالكبد 25 هيدروكسي فيتامين دال بينطرح بالبول، وبالتالي ما بتحول لشكل فعال، ما بينضاف له جذر هيدروكسيل ثاني اللي يتحول لشكل فعال، وبالتالي بيحصل عندنا نقص بالفيتامين دال الفعال وبيؤدي لنقص الكالسيوم الحر. ايضا نقص الكالسيوم نتيجه ضياع البروتينات الرابطه له بالبول، والذي يؤدي الى نقص الكالسيوم كله، هذا بيؤدي لنقص الكالسيوم كله مو، ولكن يبقى الكالسيوم الحر ثابت. بس تدرسوا الكالسيوم بتلاقوا انه تقريبا 50-60% مرتبط ببروتينات الدم، فهي البروتينات اللي بتربط الكالسيوم بتنطرح بالبول وبينقص تركيزها، فبالتالي بينقص الكالسيوم الكلي وليس الكالسيوم الحر. طبعا نقص الكالسيوم بيأهب المريض لحدوث نوبات تكزز، عاده تعالج عرضيا باعطاء الكالسيوم والفيتامين د، ومثل ما هون الدكتور ذاكر يرتبط 45% من الكالسيوم مع الألبومين و10% يرتبط مع الفوسفات و45 يبقى بشكل حر أو فعال. أيضا بالمتلازمة النفروزية بيحصل عندنا توازن أزوت سلبي، ضياع البروتين بالبول يجعل التوازن الأزوتي سلبيا، يعني اللي ضائع أكثر من الوارد، مما يؤدي إلى دنف ونقص بالتغذية. لا يعالج نقص البروتينات في المتلازم النفروزي بزيادة الوارد الغذائي من البروتين، فكلما زادت كمية البروتينات في الطعام أيضا زاد إطراحها في البول. فالحمية عند مرضى التناذر النفروزي هي بتكون حمية طبيعية البروتين أو سوية البروتين، بعكس مرضى تشمع الكبد هناك المريض يستفيد من تعويض البروتينات وخاصة الألبوم. هلأ في شغلي إسعافية ممكن تحصل بالمتلازمة النفروزية، وهي اسمها الأزمة النفروزية. هي بيجي المريض نفروز بهجمة ألم بطني حاد تقلد البطن الجراحي نتيجة وذمة شديدة بالمصليات تستمر لعدة أيام ثم تزول، يعني بيحصل عنده حبن شديد، وأحيانا مثل التهاب بالبرتوان بيقلد البطن الجراحي أو التهاب أو يعني الألم البطني الحاد. فهي الحالة لا تعتبر حالة جراحية ولا يجب أن يتم فيها فتح البطن. مثل ما ذكرنا يمكن بالمحاضرة السابقة أو اللي قبلها أنه هناك بعض الحالات بيفتحوا فيها البطن، وبتكون هي لأنها بتقلد البطن الحاد، ولكن يجب التروي قبل فتح البطن، مثل عند مرضى متلازمة البحر الأبيض المتوسط، حمى البحر الأبيض المتوسط، وأيضا الأزمة النفروزية، وقلنا البرفيريا الحادي المتقطعة، كلها بتظهر على شكل ألم بطني حاد بيقلد البطن الحادي، ولكن ما بيكون عند المريض التهاب زائدي أو بطن حاد بشكل عام. العلاج بهذه المتلازمة بيكون عادة بالمسكنات وبالراحة وخافضات الحرارة والمدرب. هوني لاحظوا الصورة اللي على اليسار، الطفل هاي بتكون الوذمات بالأجفان صباحا، لاحظوا حتى ما عم يحسن يفتح عيونه من شدة الوذمات بالمتلازمة النفروزية، وهي الوذمات اللي على اليمين بتشاهدوها بالطرفين السفليين بعد ما يصير المريض يمشي ويتحرك، فبتنزل الوذمات للطرفين السفليين وذمات شديد، حتى إذا بتلاحظوا هون صار مثل فقاعة، هي من شدة الوذمات. هلا درسنا فيما سبق الأسباب التهابات الكبد الكلي التي تترافق مع متلازمة النفروزية، راح نمر عليها بشكل سريع. أسباب المتلازمة النفروزية قلنا على رأسها بيأتي الداء قليل التبدلات المينيمال تشينج ديسيز بشكل 90% من أسباب النفروز عند الأطفال، وحوالي 50% من الأسباب عند البالغين. يكون النفروز في هذه الحالة نفروز من نمط النقي، هلا نحكي شلون شو معنى النقي وغير النقي.
يتميز بأنه يحدث فجأة، يستيقظ الطفل صباحا بوزمات وزيادة في الوزن وكميات قليلة من البول وربما لديه حبن. الآلية الإمراضية بتوقع كلكم حفظتوها أنه تشمل خلل في استطالات الخلايا القدمية حيث تلتحم النتوءات القدمية وتزول فبتؤدي إلى زوال سلبية الغشاء القاعدة. لا يشاهد أي تغير مرضي بالمجهر الضوئي أو بالتألق المناعي، ولذلك سمي بالداء قليل التبدلات، لكن فقط بالمجهر الإلكتروني يبدي انمحاء استطالات الخلايا القدمية. بشكل عام كل وذمي فجائي خصوصا إذا كانت وذمي الأجفان صباحي وبعدين عم تتطور لوذمات انطباعي بالطرفين السفليين عند طفل هي داء قليل التبدلات أو ما يسمى النفروز الدهني حتى يثبت العكس. هناك بعض أنماط النفروز تكون تالي لالتهاب الكبد والكلي، هون بتتفاقم أدية الغشاء القاعدة مع التقدم الآفي في التهابات الكبد والكلي البدئي والثانوي، وتسمى هذه الحالة المتلازمة النفروزية التالية لالتهاب الكبد والكلي. قد تتظاهر بعض الحالات الشديدة من التهابات الكبد والكلي خاصة البدئي بالنفروز مباشرة، مثل ما ذكرنا أكثر الأمراض أو أنواع التهاب الكبد والكلي اللي تتظاهر على شكل متلازمة نفروزية هي التهاب الكبد والكلي الغشائي الممبرانوس والتهاب الكبد والكلي الغشائي المنمت. يكون النفروز في التهاب الكبد والكلي من النمط غير النقي. أيضا في نفروز متطور عن داء السكري، قد يحدث النفروز في سياق تطور المرض عند مرضى المصابين باعتلال الكلي السكري، وذلك بسبب تنكس وتخرب بنية الغشاء القاعدة مما يسمح للبروتينات بالانسلال والمرور عبر. بتتطور البيلي البروتيني من خفيفة إلى متوسطة إلى أن تصل إلى بيلي بروتيني بمرحلة نفروزي. يسمى النفروز عند مريض السكري واللي عادة بيحدث بعد 5 إلى 10 سنوات من حدوث بيلة الألبومين المجهرية مثل ما درسنا باعتلال الكلي السكري، وبتدعى تناظر كيميل ستيل ويلسون. سبق وناقشنا الأذية الكبدية في سياق الداء السكري وأنه بتمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي كانت زيادة معدل الرشح الكبدي وزيادة حجم الكبد، وهون بيكون ألبومين المصل طبيعي. المرحلة الثانية هون بيكون تأذى الغشاء القاعدة وبيفقد شحنته السلبية، فبيبدأ تسريب البروتينات أول شيء بشكل مجهري، فهي بيكون بيلة الألبومين المجهري، ثم بعدين بتصير بيلة بروتيني صريحة، وأخيرا بيصل للبيلة النفروزية، يعني بيصير هذا تناظر كيميل ستيل ويلسون. المرحلة الثالثة هي أنه بيتطور المريض للإندستيج رينال ديسيز، يعني بيحصل عند المريض قصور كلوي مزمن. هناك بعض الآفات التحسسية تشاهد في حالات نادرة بعد التعرض للدغات الحشرات، وذمات وبيلي بروتيني تشير إلى متلازمة نفروزية. بحالات تحسسية يتم التدبير بالمتابعة فقط، ويمكن استخدام كمية قليلة من الكورتيزون. قد تكون المتلازمة النفروزية بأسباب دوائية بعد استخدام أملاح الذهب، أملاح الزبق يعني المعادن الثقيلة، وأيضا الكابتوبريل والديبنسلامين، وبتسمى هذه الحالة بالنفروز الدوائي. تتراجع الأعراض النفروزية هنا بمجرد إيقاف الدواء، وعادة إذا كان السبب دوائي لا تحتاج للعلاج بالكورتيزون ولا إلى إجراء خزعة كلوي. هلأ هون شغلة مهمة تحدث كاختلاط وكسبب للمتلازمة النفروزية، وهي خثرة الوريد الكلوي. يترافق النفروز مع خثرة الوريد الكلوي في 40% من الحالات، سواء كان كمسبب للمتلازمة النفروزية أو كنتيجة للمتلازمة النفروز. تعتبر إصابة نادرة يحدث فيها بيلي بروتيني كبيرة تتجاوز 30 جرام في بروتين بول 24 ساعة، وتعتبر البيل البروتيني في خثرة الوريد الكلوي من أشد البيلات البروتيني. ومثل ما ذكرنا سابقا هي كان داء النشواني هو بشد بالمرتبة الأولى اللي بتحصل في أشد البيلات البروتيني، ومنها كذلك يعني بالمرتبة الثانية بيجي خثرة الوريد الكلوي. طبعا إلى الآن لا يوجد وسيلة لاكتشاف فيما إذا كانت خثرة الوريد الكلوي هي السبب في إحداث النفروز أم أنها
نتيجة من نتائج حدوثه، حتى لو استخدموا التصوير الوعائي، ويعتبر فتح الجثة هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة المسبب من النتيجة. فإذا كان الخثرة ممتدة من الأوعية الصغيرة باتجاه الأوعية الأكبر وصولا للوريد الكلوي، يكون النفروز هو المسبب والخثرة هي النتيجة. فإذا كان لاحظوا بفتح الجثة الخثرة ممتدة من الأوعية الصغيرة الكلوي باتجاه الأوعية الأكبر ووصلت الخثرة للوريد الكلوي، فبكون النفروز هو سبب خثرة الوريد الكلوي. أما إذا كانت الخثرة مضطعة في الوريد الكلوي فقط، فبتكون خثرة الوريد الكلوي هي سبب المتلازمة النفروزي. وهون عم يرجع يأكد أشد بيلات البروتيني في النفروز تحدث في سياق الداء النشواني وخثرة الوريد الكلوي. هلأ راح نميز بين نوعين، النفروز النقي والنفروز غير النقي. النفروز النقي يتحسن هذا غالبا على العلاج بالكورتيزون، وليس سمي نقي لأنه فقط يتظاهر على شكل بيلي بروتيني. مخبريا بتكون القيمة المخبرية الشاذة الوحيدة بتحليل البول هي ارتفاع بروتين البول، يعني بفحص البول والراسب بالنفروز النقي لا تشاهد لا كريات حمر ولا اسطوانات كريات حمر، ولذلك هذا يسمى البيور أو النفروز النقي، فقط الظاهر على شكل بيلي بروتيني بدون وجود كريات حمر أو اسطوانات كريات حمر أو بيلي دموي. سريريا بيظهر فقط على شكل وذمات، ما بيترافق مع ارتفاع في الضغط الشرياني أو قصور كلوي ولا التهاب كبب وكلي. إذن النفروز النقي ميزته الأساسية الظهر مخبريا على شكل بيلي بروتيني بدون وجود بيلي دموي أو اسطوانات كريات حمر أو كريات حمر مشوهة بالبول، وسريريا يظهر فقط على شكل وذمات بدون ارتفاع الضغط الشرياني أو قصور كلوي أو التهاب كبب وكلي. هذا ما تنسوه. أما النفروز غير النقي هو اللي بيكونوا مختلط، هذا بيكونوا النفروز غير النقي غالبا بيكونوا النفروز النقي غالبا بيكونوا تالي للداء قليل التبدلات. أما النفروز غير النقي هو غالبا اللي بيكون تالي لالتهابات الكبب والكلي. هذا الشكل هو عبارة عن تناثر كبي موجود سابقا وتطور إلى نفروز، وغالبا ما يكون معند على العلاج. مخبريا بيترافق البيل البروتيني مع ارتفاع في الكريات الحمر في البول وظهور اسطوانات كريات الحمر. سريريا بالإضافة للوزمات يلاحظ ارتفاع في الضغط الشرياني وقصور كلوي. هلأ الجدول للمقارنة بين النفروز النقي والنفروز غير النقي وشرحناه. ننتقل لتدبير المتلازمة النفروزية. أولا خزعة الكلي، الهدف من إجراء خزعة الكلي هو تأكيد التشخيص وتحديد سبب النفروز وتحديد المعالجة والإنذار. الشروط الواجب مراعاتها عند إجراء خزع الكلي: إيقاف المميعات والإسبرين تجنبا لحدوث النزف، وأيضا أن يكون الضغط الشرياني طبيعي وغياب الإنتان البولي. الحالات التي لا يستطب فيها خزعة الكلي هاي مهم: التناظر النفروزي عند الأطفال أو الداء قليل التبدلات، لأنه 90% من اعتلالات الكبب والكلي لديهم تكون من نمط قليل التبدلات والذي لا يبدي أي تغيرات على المجهر الضوئي، فنبدأ بالعلاج فورا، لكن نلجأ للخزعة في حال عدم الاستجابة على العلاج. لكن بالبداية إذا كانت تظاهرات وصفية ونفروز نقي فعند الأطفال ما بيحتاج لإجراء خزعة كلي. أيضا من الحالات اللي ما بتحتاج إجراء خزعة هو النفروز الدوائي. إذا كان المريض يتناول دواء مثل أملاح الذهب أو الديبنسلامين وبعدها تطورت لديه متلازمة نفروزية، هنا نقوم بإيقاف الدواء فقط دون أي إجراء آخر، ونلجأ لخزعة الكلي إذا لم يتحسن المريض بعد إيقاف الدواء. ايضا النفروز عند مرض الداء السكري، اذا تطور النفروز لدى مريض السكري نقوم بفحص قعر العين مثل ما ذكرنا في المحاضره السابقه، وهنا نصادف حالتين: اما ان يكون فحص قعر العين طبيعي يعني الشبكيه ما فيها شيء، فهون بهالحاله يجب اخذ خزعه كلي لانه النفروز قد يكون ناجما عن سبب اخر غير الداء السكري. اما في حال وجدنا اعتلال شبكي سكري فهون بالتاكيد يكون النفروز ناتج عن السكري ولا داعي لاجراء خزعه كلوي.
طبعا لا يمكن معالجة مرضى داء السكري بإعطاء الكورتيزون ولا مثبطات المناعة، فيعتبر العلاج في حال تطور المترازني النفروزي في سياق الداء السكري علاج عرضي ما فيك تسوي له شيء. أيضا النفروز في سياق حمى البحر الأبيض المتوسط السبب غالبا بيكون تطور الداء النشواني الثانوي على أرضية حمى البحر الأبيض المتوسط بسبب إنتاج مثل ما ذكرنا أحد بروتينات الطور الحاد واللي بيكون من نمط AA في الهجمات الحادية للحمى، والكولشيسين يمنع تطور الداء النشواني طبعا إذا بدأ فيه بشكل مبكر، وذكرت لكم كمان في دواء حديثا وأكثر فعالية من الكولشيسين هو الأنتي إنترلوكين 1 واسمه الأناكينرا. فيما عدا الحالات السابقة لا يجوز أبدا البدء بالعلاج دون إجراء خزعة. هلأ العلاج العرضي، يجب البدء بالعلاج العرضي فور تشخيص النفروز للتخفيف الوزمات وتجنب الاختلاطات المحتملة من صمات وإنتانات وغيرها، ويشمل العلاج العرضي أولا الراحة. الراحة عند مريض النفروز بتكون راحة نسبية وليست تامة، على عكس التهاب الكبد والكلي الحاد الذي يحتاج فيه المريض إلى الراحة التامة. لذلك يجب على مرضى النفروز تجنب النشاط الزائد، وأيضا تجنب استلقاء المديد خوفا من تشكل الخثرات وممكن بعدها تطلق صمات وتؤدي إلى حدوث صم رئوي. من العلاجات العرضية إعطاء المدرات، يجب إعطاء المدرات لكل حالات نفروز وذلك لتخفيف الوزمات وإراحة المريض. أفضل مدر يمكن إعطائه هو سبيرولاكتون، لأنه السبيرولاكتون مثل ما بتعرفوا هو أنتي ألدوستيرون معاكس للألدوستيرون، ومثل ما قلنا الألدوستيرون بالمتلازمة النفروزية بيكون مرتفع بشكل ثانوي، لكن سبيرولاكتون بشكل عام هو مدر ضعيف، تأثير المدر خفيف، لذلك يجب مشاركته مع مدر آخر مثل المدرات التيازيدي، وهون ذاكر وليس مدرات علوي لأنها قوية جدا والمريض أساسا متجفف ولديه نقص حجم، ولكن في أغلب الأحيان ما بيستجيب المريض على إعطاء سبيرولاكتون المدرات التيازيدي ونلجأ لاستخدام أو إعطاء المدرات العروي مثل الفروزمايد أو اللازيكس. في أغلب الأحيان نحتاج لإعطائها لأن الوزمات تكون شديدة وحتى ما تستجيب على إعطاء سبيرولاكتون أو المدرات التيازيدي. طبعا بنعطيها إذا كان ضغط المريض بيتحمل، خصوصا إذا مثلا إذا كان ضغطه فوق 10 فبنعطي اللازيكس حسب الضغط الشرياني وحسب تحمل المريض، ولكن هو لا يعتبر مضاد أصلا. أيضا من الأمور الهامة إعطاء المميعات، المتلازمة النفروزية بتؤدي لتأهب للخثار، لذلك يمكن إعطاء المميعات للوقاية من الصمات. من المميعات المستخدمة الهبارين، طبعا هاي في حالات إنه المريض كان بالمشفى يمكن إعطاء الهبارين أو اللو موليكيولار ويت هبارين، الهبارينات منخفض الوزن الجزيئي مثل الجليكسان. أما إذا كان ما في خطورة كبيرة إلى الخثار، يعني ما عنده نقص بعوامل التخثر، فممكن اعطاء الاسبرين، واغلب المرضى عاده بيعطى الاسبرين بشكل روتين. طبعا يجب اجراء خزعه كلي قبل اعطاء المميعات لتجنب النزف اثناء اجراء الخزعه. بالتاكيد اذا كان المريض عم ياخذ مميعات ما في تسوي له خزعه كلي، لذلك يفضل اجراء خزعه كلي قبل اعطاء المميعات. الحمية وهي من أهم الأمور بالمتلازمة النفروزية، مثل ما ذكرنا المريض النفروز حمية تكون معتدل البروتين عديمة الملح تماما، تمنع على الملح بشكل كامل، والتفسير أنه أيضا الحمية لازم تكون قليلة النشويات بسبب أنه خصوصا بيكونوا عم يتعالج بالسترويدات، أيضا بتكون قليلة الشحوم لأنه مثل ما ذكرنا ترافق مع المتلازمة النفروزية مع ارتفاع شحوم الدم. الحمي عند مرضى المتلازمة النفروزية بتكون عديمة الملح كي نمنع قدر الإمكان وصول الملح إلى الأنبوب البعيد. طيب بمجرد وصول الصوديوم سيمتص تحت تأثير الألدوستيرون، وبالتالي إذا امتص الصوديوم راح تمتص معه الماء مما يؤدي إلى مزيد من الوزمات. لذلك قدر الإمكان تكون الحمي بدون ملح.
طبعا يمكن اعطاء الكالسيوم لمرضى المتلازمه النفروزي اذا كان منخفض، وايضا اعطاء الفيتامين د اذا كان مستوى الفيتامين د منخفض، وايضا اعطاء الصادات للوقايه من الانتانات. ويجب تنبيه المريض الى تجنب الاماكن المزدحمه، وكذلك تجنب الاطعمه غير المنزلي خوفا من الاصابه باي عدوى، ولا سيما ادوات الرئه، لانه المريض مثل ما ذكرنا بيكون ناقص مناعيا لانه عم يهرب الجلوبولينات المناعيه بالبول، وبالتالي بيكون عنده وهبه عالي للانتانات. هلا بنجي للعلاج السببي، بيتضمن العلاج السببي الكورتيزون او مثبطات المناعه، ويحدد العلاج حسب نتيجه الخزعه. يهمنا في العلاج السببي لان العلاج العرضي لا يوقف تطور المرض، انما يخفف فقط الاعراض، وقد يتجه المريض نحو القصور الكلوي ويضطر حينها الى الغسيل المستمر او زرع الكلى. يكون العلاج السببي لمده اقصاها 3 اشهر، لان لا نستطيع اعطاء المريض جرعات عاليه من الكورتيزون او مثبطات المناعه لفترات طويله نظرا لتاثيراتها الجانبيه. هلا العلاج بالكورتيزون عند الاطفال يعطى بجرعه 1 ل1.5 ميلي غرام على الكيلوغرام على شكل بريدنيزولون في اليوم، وعند البالغين يعطى بجرعه 1 ميلي غرام على الكيلوغرام بريدنيزولون في اليوم. مرضى النفروز هم اكثر المرضى استعمالا للكورتيزون، ويعطى كل مريض جرعه صباحيه وجرعه ظهرا. يحتاج الكورتيزول 6 ل7 ايام لتبدا فعاليته، لذلك نبدا بالمدرات في حال كانت الوزمات شديده. يعمل الكورتيزون على تصحيح الخلل في الغشاء القاعدي وشحنته. نطلب من المريض القيام بفحص بول وراسب كل اسبوعين للكشف عن البيلي البروتيني ومعرفه مدى الاستجابه على العلاج. وهون في عندنا 3 حالات، فاما ان يستجيب المريض للعلاج بالكورتيزون، وهذا بسموه النفروز الحساس للكورتيزون كورتيكو سنسيتيف، تختفي البيلي البروتيني والازمات بعد 3 ل4 اسابيع وتعود بروتينات الدم الى مستواها الطبيعي. يشاهد هذا النمط غالبا عند الاطفال اللي مثل ما ذكرنا بيكون اغلب الاسباب هي الداء قليل التبدلات. بعدها نقوم بسحب الكورتيزون تدريجيا، وذلك بتخفيض الجرعه بالتدريج، مثلا تخفيضها 50 ميلي غرام كل اسبوع، او اعطاء الجرعه كل يومين بدل كل يوم، الى ان نوقف اعطاء الدواء بشكل تام. وبشكل عام نستمر بالتخفيض التدريجي لمدة 3 ل6 أشهر، ويمنع منعاً باتاً سحب الدواء بشكل مفاجئ. طبعاً مثل ما بتعرفوا سحب الكورتيزون عند مريض يتناول الكورتيزون لمدة أكثر من 15 يوم سحبه بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى قصور قشر كظر حاد ويدخله بأزمة كظري. من الممكن أن يحدث النكس بعد عدة سنوات طبعاً في حالات نادرة. الحالة الثانية هي أن يكون النفروز معتمد على الكورتيزون كورتيكو ديبندنت، تختفي البيل البروتيني أثناء العلاج بالكورتيزون لكنها تعود للظهور من جديد بمجرد إيقاف الكورتيزون أو حتى تخفيض الجرعة. الحالة الثالثة هي النفروز المعند على الكورتيزون وهي الكورتيكو ريسيستنت، تبقى البيل البروتيني ثابتة ولا تتحسن على الرغم من العلاج لمدة 6 ل8 أسابيع. العلاج بمثبطات المناعة عادة يلجأ للعلاج التجريبي بمثبطات المناعة، السيكلوفوسفاميد، الكلورامبوسيل، لازاتوبرين، والسيكلوسبورين في حالات النفروز المعتمد على الكورتيزون أو المعند على الكورتيزون. في حال لم يستجب المريض للعلاج بمثبطات المناعة والكورتيزون ولن تكشف الخزعة السبب، فلا يبقى أمام المريض سوى العلاج العرضي. عند مرضى النفروز غير مستجيبين على العلاج الذين تم وضعهم على العلاج العرضي بالمدرات وغيرها، قد يراجعون المشفى بعد مدة من الزمن لتحسن عفوي للأزمات أو زوالة، لكن مع ارتفاع في الكرياتينين الدم فماذا حدث؟ بكون الحدث عند المريض قصور كلوي مزمن. هلأ الاختلاطات الناجمة عن العلاج مثل السيرويدات القشرية، هي لازم يكون الكل يعرف اختلاطات السيرويدات القشرية لأنه راح تدرسوها بأماكن كثيرة وكثيرة جدا. الإعطاء المديد للكورتيزون لعدة أشهر يحمل العديد من الاختلاطات، وأهم متلازمة كوشينج الدوائي، فبيحصل عند المريض شعرانية وتخلخل بالعظام وبداني مركزي، اضطراب بالدورة الطمثية،
وتفدي عنده الذكور وعد دوائي، يعني بيحصل عنده أكني أو حب شباب بسبب الكورتيزون وتشققات أرجواني في جلد البطن، أيضا بيؤدي لتأخر نمو عند الأطفال وداء سكري ثانوي. أيضا داء كوشنج الدوائي بيؤدي لارتفاع التوتر الشرياني والتثبيط الجهاز المناعي، اضطرابات نفسية أحيانا قد يؤدي إلى سيكوسيز أو حتى اكتئاب، وبيؤدي من أهم التأثيرات الجانبية للسيدات وهي بتؤدي لشغلة اسمها بتسموها النخرة العقيمي في رأس الفخذ. طبعا قصور قشر الكظر حاد في حال إيقاف العلاج بالكورتيزون فجأة. لذلك عند استخدام الكورتيزول لا بد من تعويض الكالسيوم والتخفيف من تناول الملح والحلويات والنشويات، لأن بتفاقم متلازمة كوشينج الحلويات والنشويات، لأنه الكورتيزول من الهرمونات المعاكسة للإنسولين وبالتالي بيرفع سكر الدم وأحيانا بيؤدي لداء سكر ثانوي. أيضا الكورتيزون قد يسبب ارتفاعا في تعداد كريات البيض دون وجود إنتان عند المريض. هلأ مثبطات المناعة، طبعا مثبطات مناعة فيها تأثيرات جانبية عديدة بتدرسوها في أمراض الدم، بتسبب العديد من الاختلاطات مثل اللوكيميا ونقص الصفيحات، لكن من أهم الاختلاطات هو الإنتانات الانتهازية. المريض النفروز بيكون عادة مضعف مناعيا حتى قبل استخدام المثبطات بسبب ضياع البروتين وتوازن الأزوت السلبة، مما يتفاقم ضعف المناعة عند إعطاء مثبطات المناعة. يجب تخفيف جرعة مثبطات مناعة عند مرضى الذوبة الحمامية الجهازية، لأنه مثل ما ذكرنا مرضى الذوبة الحمامية الجهازية عادة بيكون عندهم بانسيتوبينيا نقص خلايا شامي. عند هؤلاء المرضى قد تسبب أضعف الأخماج كالمبيضات البيض خطرا مهددا للحياة عند هؤلاء المرضى. فالمرضى المثبطين مناعيا المبيضات البيض مع أنها هي إنتان بسيط عند الأشخاص الطبيعيين، ولكن عند المرضى المثبطين مناعيا قد تؤدي إلى disseminated candidiasis، يعني بتصير المبيضات داء المبيضات الجهاز. كمان التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة التي تستخدم المكيفات تمثل بيئة محببة لتكاثر الليوجينيلا، فيجب تجنب هذه التجمعات. طبعا الليوجينيلا أكثر شيء تنتقل عن طريق المكيفات وهواء التبريد، وهي بتسبب ذات رئة لانموذجية تدرسوها بذوات الرئة. لذلك مرضى النفروز يجب عليهم الوقاية بارتداء كمامات وتجنب التجمعات والازدحام والأغبرة. هلأ من تأثيرات سبيرولاكتون، سبيرولاكتون هو دواء مدر لكنه ضعيف، وأيضا هو بالإضافة لكونه مضاد للألدسترون هو له تأثير أنتي أندروجين مضاد للأندروجين، وهنا تنشأ الاختلاطات عند استخدامه. فعند الرجال قد يؤدي إلى تثدي وعناني، وعند النساء قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات طمثية. بهيك بكون وصلنا لنهاية محاضرتنا، إذا في حدا عنده سؤال يتفضل. في حدا عنده سؤال يا زملاء؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيكم. نلتقي إن شاء الله يوم الخميس بمحاضرة جديدة. هيك تقريبا بكون خلصنا يعني التهابات كوبا بالكلي بشكل كامل. راح نهار الخميس إن شاء الله نتحدث عن ارتفاع التوتر الشرياني، وبعدها ندخل بأمراض القصور الكلوي الحاد والقصور الكلوي المزمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام.